السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ عساكم بخير دائما فين ما كنتم. طبعا مثل ما قلتوا لي على موضوع اللزوجة، اذا كنت تحب نتكلم عن القوام او اللزوجة للسرلاك، وفي اكثر من شخص قال لي نبغى نشوف هذا الفيديو. باذن الله راح اتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل، وكل الكلام راح اقوله هو حسب توصيات الشركات العملاقة والكبيرة المعروفة في مجال تغذية الفروخ، مثل شركة فيرسلاكا واكزت وكمان نيكتون. اول حاجه خلينا نشوف توصيات اكزت ايش تقول. مثل ما هو واضح عندنا انه شركه اكزت توصي استخدام الفورمولا او السيرلاك يوم الفكس الى حد يومين، تعطي ملعقه واحده من السيرلاك مقابل 6 ملاعق من المويه، او يكون يعني مثلا لو نحسب المعدل النسبي المئوي يكون 8% سيرلاك و92% من الكميه تكون للمويه. وبعد كده عندنا من يومين الى 5 ايام راح نعطي لكل ملعقة مسحوق الغذاء من اكزت مقابلها ملعقتين لثلاثة ملاعق، او لو حنحسبها نسبة وتناسب عندنا من 16 الى حد 20% كمسحوق من شركة اكزت الى مقابل من 80 الى حد 84% من الموية. بعد كده عندنا اخر جزء كما هو موضح من 5 ايام واكبر، حيكون لكل ملعقة مسحوق الغذاء من شركة اكزت مقابلها ملعقة وثلاثة ارباع او ملعقتين موية، وكنسبة وتناسب أو وزن من 25 ل 30% من مسحوق الغذاء مقابل 70 إلى حد 75 من الموية. وطبعا بعد كذا عندنا توصيات مثل ما هو واضحة تتكلم عن طريقة دمج الموية مع السيرلاك أو الفورمولا، بتكون درجة حرارة الموية ما يقارب من 37 إلى حد 40%، وتتأكد أنه وقت الغر ما تنزل درجة حرارة المسحوق أو الفورمولا عن 37 درجة مئوية. خلينا دحين نسوي تجربة كيف نخلط الموية مع مسحوق الغذاء الفورمولا لفرخ عمره 5 أيام. حاب أقول لكم معلومة قبل ما أبدأ في مزج المسحوق مع الموية. مجرد ما يتم وضع المسحوق في أي مكان فهو معرض للتلوث أو معرض أنه يكون فاسد، فلازم تكون عملية الخلط والمزج تكون سريعة نوعا ما، يعني أول ما نفتح ونحطه على طول نبدأ نحط الموية على المسحوق. الآن عندي هنا ملعقة واحدة بنفس هذه النسبة، راح احط عليها من 1 3/4 الى حد 2، خلينا احط ملعقتين مويه. طبعا المويه حتكون دافيه مثل التوصيات اللي تكلمنا عنها. هذه هي اللزوجه بالضبط اللي احتاجها لفرخ عمره من 5 ايام واكبر. عدد الملاعق راح تحطها من المسحوق هو على حسب احتياجك او عدد الفروخ اللي عندك، يعني مثلا لو عندك فروخ كثير راح تحط مثلا 3 4 5 ملاعق، ونفس الشيء راح تطبقه مع المويه، يعني بحيث لو كان لكل ملعقه ملعقتين مويه حيكون لكل 5 ملاعق مسحوق حيكون 10 ملاعق مويه. بهذه الطريقه راح تضمن انه فروخك وصل لهم جميع احتياجاتهم من هذا المنتج. ليش نتطرق لهذا الموضوع؟ لانه احيانا تزيد نسبه المويه عن الاحتياج، فالفرخ ما يصل فوائد الكامله من هذا المنتج. كان هذا الموضوع ببساطه، شكرا لكم للمتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. في امان الله.